أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف كل مشاهدينا نتمنى تقضوا وقت حلو معانا النهارده في 4 شارع شريف. النهارده ما فيش ضيوف، النهارده كلهم سكان الشارع وعندنا اكلات حلوه قوي مع اميره فهمي. اهلا اميره. ازيك يا شريف؟ انت مستعجله، قولي بسرعه هتعملي ايه؟ هنعمل فطاير الكشك الأردني، فطاير شامي واقتصادية وحلوة جدا، وهنعمل بودنج الكراميل بتاع مدام أمال الله يرحمها، مدام أمال جلال منورة. أهلا بيك. بعد ما نخلص الحاجات الحلوة دي مع أميرة نلعب شوية يوجا مع ملكة اليوجا في مصر والشرق الأوسط ميسر. اهلا اهلا. ازيك يا شريف؟ نستقر بقى شويه في الوطن. حاضر. يعني نقعد شويه في وطننا. وحشني والله جدا. اكتر. عامل ايه؟ هنتكلم على ايه النهارده وهنعمل ايه؟ هنتكلم عن الذكاء العاطفي، ايموشنال انتليجنس. الايه بقى؟ الذكاء العاطفي. العاطفي؟ ازاي اليوجا بتساعدنا ان احنا ننمي الذكاء العاطفي؟ انا محتاج منه ده عشان انا ضبلاطه خالص. كلنا والله. بيكي.
اهلا وسهلا. نختم يومنا النهارده مع مثقفه الشارع استاذتنا ايناس ثروت. اهلا. اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. كتابنا على ايه النهارده؟ النهارده كتاب عن قضيه حقيقيه بس فيها طبعا شويه تصرف من الكاتبه. سياده القاضي. سياده القاضي. سياده القاضي. عن قصه حقيقيه. اوكي حلو قوي. منوره كالعاده ومتالقه كالعاده. اهلا بيكي النهارده مزازيكي فرقتي ومعانا المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل. ازيكم يا حلوين؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. منورين متألق. مؤمن هتغني ايه؟ بحبك وبغار. اه كلنا والله. اهلا بيك للاستاذ عاصي الحلاني. هنسمعها بصوت مؤمن خليل وبعد كده فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم نعمل اكلات حلوه مع اميره. خليكم على سمحت. مزيكا. جبنا لكم امير. اميره فهمي واكلاتها الحلوه. النهارده عامله صنف معجنات حلو قوي حادق وصنف حلويات من اصناف الحلويات النهارده من وصفات مدام امال جلال. اهلا بيك. اهلا سيدي. يا روزاتك وفوشياتك وحاجاتك الحلوه دي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. كويسه. عامله ايه في الصيف؟ ده حرانه. اه شكلك كده برضه حسيت. معلش. انت منوره. انت بتعملي ايه؟ بلبس الجوان. بتلبسي الجوان؟ شفتوا قالت بلبس الجوانتي ازاي يا اولاد؟ خدتوا بالكم؟ قوليها كده تاني. بلبس الجوانتي. ايه ده؟ ده صنف حادق شوام من الاردن وكده اسمه فطاير الكشك. هو مش كشك زي بتاعنا. فطاير؟ الكشك. وده؟ وده حاجه حلوه من حلويات مدام امال. بودنج الكراميل. بودنج الكراميل. طب نبتدي بال نبتدي بالحادق. بالحادق. يلا المقادير. اتفضلي. طيب يلا. فطاير الكشك للعجين نص كوبايه لبن بودره،
معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة، كوباية مية دافية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع كوباية زيت، 3 كوبايات ونص دقيق، ومعلقة صغيرة ملح. أوكي. بالنسبة للحشو، بصلتين كبار مبشورين ناعم، نص كوباية زيت، 2 كوبايتين طماطم مكعبات، 1 كوباية برغل، 1/2 كوباية زبادي، معلقة صغيرة بابريكا، وملح وفلفل. للوجه بقى صفار بيضة، ومعلقة كبيرة لبن، وحبة البركة، ورشة قهوة سريعة الذوبان. اوكي. يلا احنا جاهزين نطبخ. يلا. طيب نعمل العجينة بس الأول. مش الحشو. الحشو ما هو لسه بس عشان ده سخن جدا. سخن جدا. خلاص. نعمل الحشو. طيب. ده هشرح وأنا بعمل. يلا. ده البصل. عندك ايوه. هنقلبه لغايه ما يصفر. ماشي. ده البرغل، البرغل انا نقعته في ميه لغايه ما نفش وتقريبا مستوي يعني. بعد ما البصل يصفر هحط الطماطم. طماطم وبصل. طماطم وبصل. وهقلبهم لغايه ما يتبلوا شويه كده. حط البابريكا وملح وفلفل. ملح وفلفل زي ما بتحبوا بقى يعني. وده البرغل. ده المنقوع. برغل منقوع. بنسيبهم يستووا. بنسيبهم بقى يستووا على النار. ونحط ايه تاني؟ بنوطي خالص. بنسيبهم يستووا على النار. الزبادي. بص بقى. الكشك ده حاجه زي الكشك الصعيدي بس هم بيعملوه بالبرغل. هو لا مالوش علاقه بالكشك الصعيدي خالص. هو الكشك الصعيدي بيبقى حاجه منشفنه. ده برغل بيحطوا عليه زبادي ولبن رايب وبينقعوه يوم وبعدين يوم وبعدين بيعملوه كور وبينشفوه في الشمس لمده اسبوع. ده في الصعيد. لا فين؟ ده الكشك الاردني او اللي هم الشوام السوريين. يعني ده اللي احنا بنعمله هو اللي انت بتقوليه؟ لا لا خلينا في اللي انت بتقوليه. اللي انا بقوله ده بقى انا عملت ايه بقى؟ البرغل نقعته وحطيت عليه زبادي فهيدي نفس الطعم بتاع الكشك اللي هو اللي يعني انا جربته. شبه الطعم. شبهه جدا ونفس الطعم. قريب جدا يعني تقريبا نفس الطعم. وقيمة غذائية عالية جدا وثمن قليل. هنوطي ونسيبه بقى يستوي. احنا عندنا الجاهز معاكي جاهز. اوكي. هنعمل بقى العجينة. العجينة اتفضلي. هنحط بقى المية. المية؟ الأول؟ قد إيه مية؟ كوباية مية. كده كوباية مية دافية. مية دافية. وده اللبن البودرة. البودرة. ودي الخميرة. وده البيكنج باودر. وده السكر. اوكي ونضرب. وهنقلب. نبتدي احط دقيق. هنحط بس شوية زيت. زيت بشويش بشوي. لا مكانه مش عشان. والدقيق حبة حبة صح؟ الدقيق حبة حبة لغاية ما العجينة تربط. يعني تتلم. العجينة دي بتبقى ملزقة يعني ملزقة وطعم اللبن طعم اللبن البودرة بيدي طعم حلو قوي. هفضل احط الزيت لغاية ما يحصل ايه؟ هتفضل تحط الزيت لغاية ما تلم من لما تلم من الأجناب. خلاص خلاص كفايه. ليه لسه ما لميتش؟ عايزين الدقيق بقيته عشان نشتغل بيه. خلاص كده تمام. خلاص كده صح. خلاص سيبها بقى. اسيبها ايه؟ يعني اقفل عليها. خلاص ما تلفش. العجينه دي اصلا العجان بتاعي باظ. فانا عجنه العجينه على ايدي يعني. أيوة عشان يطلع لك عضلات. لا خلي بالك دي كميه صغيره فما فيهاش مشكله يعني. ماشي. هنا هنعمل ايه بقى؟ هنا بقى هنعمل ايه؟ العجينه دي هنسيبها لمده ساعه. ثانيه قبل ما تحطي بس عشان هنا في
الدنيا مبلوله. العجينه دي اللي هنسيبها لمده ساعه تتخمر ماشي. وبعدين هنعجنها تاني ونسيبها نص ساعه كمان. الحر ما بيحبش يتساب العجين كتير عشان ريحه الخميره ما تطلعش في العجين. لا ساعات بتقلب بتبقى مش حلوه، فهي ليها ميعاد معين يعني ماشي. هتنفش مره ونعجنها وتنفش مره تانيه خلاص كده العجينه بتاعتنا كده تمام. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنعمل كده العجينه بتاعتنا، بس احنا عجناها من شويه علشان كانت واخده شكل مش حلو. هنقسم العجينه دي بتاعتنا هتعمل لنا 20 قطعه، هنقسمها كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده، هنفضل نقسم فيها لغايه ما تعمل لنا 20 قطعه. وهناخد واحده واحده بعد ما نقسمها بقى بالعجله، هناخد واحده واحده كده. انت شلت الطبق. عايزه ايه؟ خلاص عايزه ايه بس؟ لا كنت عايزه الطبق احط فيه العجينه عشان ما اوسخلكش الدنيا. وهنرش دقيق تاني وهنفرد. شاهد اهو. احنا نعمل واحده بس صح؟ تمام. وهنفرد العجينه بايدينا او بالنشابه، احنا هنفرد دي بالنشابه عشان احنا لسه قاطعينها فما ارتحتش، لو العجينه ارتاحت بتتفرد معانا بسهوله. بنفردها قدر المستطاع. شكل دايرة. مفيش حتة عالية ومفيش حتة واطية. الحشوة بتاعتي بعد ما تبرد خالص هاخد جزء اهو، جزء لا بأس به، يعني هنخلص العجينة على الحشو بتاعنا كتير كويس. وبعدين هنقفلها سبوكسة مثلث. تدهنيها بحاجة؟ هدهنها بقى صفار بيضة. مفيش هنا صفار معاها معلقة، ما انا هخلطهم. صفار بيضة معاها عشان عشان القهوة سريعة الذوبان، ذوبانها مش سهل. فأنا ذوبتها وقلبتهم قبل. قهوة معلقة قهوة، نص معلقة قهوة وصفار بيضة ومعلقة لبن. بدهنها بتدي لون حلو قوي، بتشيل أي روايح لو في بيض أو أي حاجة. ما وتحطي بيبقى عليها حبة البركة؟ وهرش عليها حبة البركة. بتخش الفرن قد ايه؟ بتخش الفرن تلت ساعة او لغاية ما وشها يتحمر على درجة حرارة عالية 200. تطلع جميلة قوي قوي، تحفة. هتطلع ورونا شكلها. تطلع زي دي الفطاير الاقتصادية، فطاير الكشك تحفة الأردني، جميلة قوي. طيب كده عملنا أول حاجة إيه؟ الفطاير الكشك. مقسلنا صنف الحلويات. لسه صنف الحلويات بقى بتاع عمدة الأمين. طيب وهنعمله بعد الفاصل. يلا. سمعك دلوقتي أغنية من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ بصوت مؤمن خليل، أول مرة تحب يا قلبي، وبعد كده نرجع لكم مع أميرة. خليكم على صباح مزيكا. أول مرة أول
راحتها عليا لسه شفايفي شايله سلامك شايله قمار حبك ليا قلبي عدلي كل كلامك كلمه بكلمه يعيدها عليا لسه شفايفي شايله سلامك شايله قمار حبك ليا افرح واملا الدنيا امالي انا ولا انت انا عشق تاني افرح وبلا الدنيا امالي انا ولا انت انا عشق تاني اول مره اول مره ايوه اربع شارع شريف اربع شارع شريف اربع شارع شريف اهلا بيكم ونعمل صف حلويات حلوه قوي لازم تجربوه من حلويات مدام امال جلال والنهارده اميره اختارت انها تعمل الصنف ده اهلا بيكي اهلا شريف قبل الفصل عملنا ايه؟ عملنا فطاير الكشك الاردني اوكي دلوقتي هنعمل ايه؟ ونعمل حلو بقى بتاع مدام امال بودنج الكراميل يلا قدنا المقادير يلا بودنج هو كام طبقه معلش يعني الطبقه الاولانيه البودنج الكراميل كوبايتين بسكوت شوكولاته ونص كوبايه زبده الطبقة الثانية 3 كوبايات لبن نص كوباية نشا كوباية لربع سكر معلقتين كبار مية 5 صفار بيض ربع معلقة صغيرة فانيليا 3 معلق كبار زبدة معلقتين كبار عسل اسود وذرة ملح الطبقة الثالثة كوباية كريمة خفق عليهم معلقتين كبار صوص كراميل الطبقة او الصوص الكراميل بقى بيتعمل ازاي كوباية لربع سكر وكوباية لربع كريمة خفق وربع كوباية مية ونص كوباية زبدة بس خلاص يلا. يلا احنا كده حطينا السكر على النار للكراميلتين هنولع بقى النار ماشي يلا وهنحط اللبن بعد ما السكر اتكرمل هنولع النار ونحط بقى ايه اللبن 90% منه أوكي. وبعدين هنحط النشا هنحطه على نص كوباية لبن عشان يسيحوا هنا ويتقلبوا كويس احطهم فين هنسيبهم شوية لغاية ما اللبن يغلي اوكي عبال ما اللبن يغلي هنضرب البيض 5 صفار بيض هنحط معاهم هنحطهم بقى في المضرب 5 صفار بيض معاهم ايه معاهم الفانيليا ممكن ما نضربهمش على فكرة ممكن نقلبهم كده يعني اوكي بس هنا عشان ما نوسخش الدنيا ادي صفار 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 بيض مش خمسة بيض صفار مش كامل لا سيبيها هي حتى عايزاه ابيض ولا عادي؟ لا عادي سيبي لي ده سيبيه لي يا اميره حاضر ابيض؟ لا ضربتهم بس مع بعض في حاجه تانية هتضرب؟ لا خلاص كده اوكي يلا كده ضربنا ده وضربنا ده وبنعمل اتنين كراميل يلا بينا انت خلاص شلت عايزه ايه ماشي خلاص لا ولا حاجه طيب ده بقى انت عايزه عبال لما يسيح بقى عايزاهم يبقوا كلهم حاجه واحده صح كده عبال لما السكر ده يسيح مع اللبن الفصل حطينا هنعمل الكراميل بقى ده الكراميل اللي هناك ده استنى اهو حط عليه ايه هات بقى سباتيولا حاضر ممكن واتيفر هنحط عليها كريمة الخفق انا قصدي اربع كمية لا بأس بيها يعني برافو عليك اول لما الكريمة السكر داب شويش بس عشان ما توقعيش بره حطيت الكريمة اول ما تتخلط الكريمة هننزل تبقى ريحتنا دلوقتي بقى كريمة وفانيليا وحاجات جميلة ريحتها حلوه قوي الحلوه اهو وده هيبقى ايه بقى هيبقى كريمه برضو ده لا كراميل. لا هيبقى كراميل هيسيح هنربطه بالنشا وصفار البيض هو حاجه جميله قوي كده ما بين الكريم طبعا تحفه اللي احنا بنعمل الحاجات دي تحفه خلوا بالكم الحاجات دي بتبقى سخنه بتلسع ورفعتها بتحرق مش هزار هنا انا عندي اللبن اهو ابتدى
يغلي والصوص الكراميل. انت هتحطي ايه عندك؟ بعد ما غليت هقوم حاطه الزبده. وانا هنا السكر ساح تقريبا اغلبيته. احط هنا النشا ولا لسه؟ لازم يسيح لما خالص. لما يسيح خالص ويغمق شويه. لازم لا مش هيغمق، هو بس يسيح. خلاص الصوص كده اتعمل تقريبا، هنرفعه من على النار وهنسيبه يبرد خالص. لا هاتيه هنا، هو يبرد قدام الناس. انا عامله من معلش. لا هاتيه برده قدام الناس. لا ما نحطش الحاجات اللي بنخلصها ورا عشان بس ما لا مش هيسحب. حطيه هنا اهو. طيب لو سمحتي. خلاص ده كده خلص. اوكي ماشي. السكر عندك داب؟ لا لسه لسه في حتت. طيب عبال الوقت ده بقى البسكوت هنحط عليه الزبده. سوري الزبده، حط عليه الزبده. هنا عندي سايح خلاص، تهيألي سايح. حط عليه ايه؟ خلاص كده. طيب هنحط عليه الـ هنا اللبن اللي عليه النشا، هنحط عليه البيض، الخمس بيضات اللي ضربناهم هنحطهم في دي. هناخد منه مغرفه من اللي عندك ده، من اللي هو ده، عشان لو حطينا ده هنا هيستوي بسرعه يبهدل الدنيا. يلا قربي قربي عشان ما توقعيش. قربي قربي. وهنقلب واحده كمان مغرفه كمان. هي مدام امال عملت كده كمان. اها انت بتتفرجي على الحلقه بتاعتها كلها؟ طبعا. خلاص هاتي تاني. تمام. كل ده على البيض. عشان البيض ما يكلكعش. البيض والنشا. خلاص قلبنا كويس كويس كويس. بشيل بقى المعلقه بتاعتك دي يا شيرين. هنعمل ايه؟ هنقلب ضرب بسرعه عشان ما يكلكعش. حلوة قوي لغاية ما يبقى كراميل. هيتقل؟ ايوه هنرفعه بس من على النار عشان ما يكلكعش. هنرفع ونقلب كويس من الجنيه. بس كده. دهوني 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 دهوني. طيب اهو احلى كراميل. هتحطي عليه ايه بقى؟ هحط عليه بقى الزبده. وده عسل اسود، معلقتين عسل اسود. كده عندنا اتنين كراميل. ريحته حلوه قوي. طيب لو افترضنا انه كلكع مننا، ما كلكعش اهو. لو افترضنا ان هو كلكع مننا، لو كلكع مننا هنضربه بالهاند بلندر او في الخلاط، هيفرد تاني هيبقى زي الفل. ده الكلام ده سواء للبشاميل للكاسترد لاي حاجه بنعملها على النار وكلكعت مننا. بصوا بقى الحلاوه. بصوا لونه حلو ازاي. لا لون وطعم وريحه وحاجه خطيره جدا يعني. طب هنبتدي نرص. يلا هترصي في ايه؟ مش محضرين حاجه. انت بقى انت انا مهما حضرت. طب احنا هنرص في كاسه صغيره. انا شفت بقى. هنعمل انت عامله واحده كبيره، هنعمل كاسه صغيره. بص بقى انا هنا حطيت ايه؟ انا حطيت هنا الزبده على البسكوت. بسكوت شوكولاته. علشان بس يمسكوا ببعض. ماشي. عايزين نستخدم الكراميل الجديد ده. ها؟ ايوه. ماشي. طيب. انا عارف انت مجهزه بس هنستخدم ده. انا ارص ولا انت اللي عايز ترص؟ لا رص رص رص. طيب. هنحط البسكوت. ماشي. وهنحط بقى الايه؟ البودنج اللي عندك. اي واحده فيهم؟ البودنج. البودنج اللي هو الفاتح ولا الغامق؟ انا مش فاكر. الفاتح. فاتح. استنى استنى. ده هنحط عليه معلقتين من الكراميل. الكراميل جاهز. هنحطه على ايه؟ هنحطه على دي. على دي؟ ما انا عايز الكراميل ده. ده هو. هحطه على ده. بس من هنا عشان ده لو حطيناه ده سخن. ده خلاص شيله. طيب ماشي. فده ثانيه واحده. الكراميل هنسيبه يبرد خالص. مش كله، هناخد منه معلقه. هحطها على فين؟ على كل ده. مش هيبقى فيه ابيض عشان زوق بيه حبيبتي. اوكي ثانيه واحده، انا اللي كنت هعمله صح لخبطتيني اهو.
وبعدين هنجيب معلقة وناخد من ده معلقة اهي، نحط عليها معلقة من ده. ماشي صح كده؟ ايوه. ونلخبطهم مع بعض. صح كده؟ بس كده تمام. نحطه هنا؟ لا هنحط الابيض اللي هناك. ده؟ اللي هناك ده؟ ايوه. ده هو؟ ايوه. ثانية واحدة. هاتي الكاسة كده. حطينا شوكولاتة. هناخد الكراميل ده اللي عملناه قدامكم دلوقتي. اهو. وبعدين؟ هنحط الكريمة دي. هنحط حطي طبقة شوكولاتة. حاضر. بس مش كتيرة. مش كتيرة. يلا. بس بعدين هنحط الكريمة دي. اهي. وبعدين؟ وبعدين هنحط بقى من الأبيض بال، مش هنحط من الكريمة دي؟ لا في على الوش. على الوش؟ طبعا الحاجات دي مع بعض هتدي طعم خرافي. بعدين هنحط من ده ومن ده. ده بقى كده ازاي؟ ده كده ازاي؟ هي ما شرحتوش بس انا استشفيت. يعني ده سكر مسيحين وسكر، سكر بس، سكر وفردناه على اي حاجه سيليكون او على الرخامه، وبعد ما يتفرد على الرخامه بيبقى طبقه بنكسره حتت بيبقى زي ده. صح كده؟ بالظبط كده. خدمة. شاطر قوي. في حاجه ثانيه بتتحط؟ نو. تغزلونا في هذا الشيء الممتع. شكرا ليكي يا أميرة. شكرا. سلام وتحية على روح مدام أمال جلال وعلى الوصفات العالمية اللي ما حدش عمره هيعرف يعمل زيها. لا خالص. بشكرك. ميرسي. شرفتينا ونورتينا كالعادة. هنسمع بس احكي لنا كده عملنا ايه من الأول. عملنا صنف حادق اسمه فطاير الكشف، فطاير اقتصادية أردنية او من ناحيه الشوام، وعملنا البودنج الكراميل بتاع مدام امال الله يرحمها. طيب دلوقتي هنسمع اغنيه تراثيه من الشام وبعد كده فاصل ونرجع لكم بعد كده مع مي صقر. خليكم على صفحة مزيكا. جسر الحديد انقطع من دوس رجلي، عالعين مليتين واتنعش مولاي، جسر الحديد انقطع من دوس رجلي، مشوار مشيت الصبح ومشيت عشية، يا حباب لا ترحلوا ضلوا حواليا. قالولي الليلة الفرح قلت لهم لمين، قالولي شبت وبنت من أحلى الحلوين، قالولي الليلة الفرح قلت لهم لمين، قالولي شبت وبنت من أحلى الحلوين، صلوا على النبي وقولوا قلت لهم أمين، يحفظهم رب العالي ويحرسهم من العين. على عين مليتين واتناش مولاي، جسر الحديد انقطع من دوس رجلي، مشوار مشيت الصبح ومشيت وعشية، يا حباب لا ترحلوا ضلوا حواليا. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. We'll be right back.
بكون قاعد في الحقيقه مبسوط جدا ومستمتع في فقره ميسار. بتقول معلومات كتير قوي وبتقوم بعد كده تعمل حركات اليوجا بطريقه محترفه جدا. فبشكرك. ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. منورانا ومشرفانا. بنورك والله. كلامنا على ايه النهارده بقى؟ قلت كده. النهارده كلامنا عن الايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي. ازاي اليوجا تساعد ان احنا ننمي الذكاء العاطفي عندنا؟ يعني ايه ذكاء عاطفي؟ برافو. بحب قوي لما تسالني. عشان انا بيقولوا ان انا ما عنديش ده خالص. هقول لك. وانا ما عنديش ده؟ لا يعني انت تقول. انا ما بقيمش. ما استعملتي معايا كتير وعارفه ايه. لا بشوف عندك اصل ما في يعني اكيد كلنا عندنا. هقول لك الاول. يعني ايه ذكاء عاطفي؟ اول حاجه ان انت يبقى عندك ادراك بمشاعرك. الإدراك بالمشاعر وتعرف تسميها. أنا حاسس بخوف، أنا حاسس بإني مستفز من الشخصية دي، أنا حاسس بسعادة. إدراك المشاعر والتواصل معاها، أعرف أتواصل مع مشاعري. تمام؟ يبقى إدراك المشاعر، التواصل معاها، أديها المسمى الصحيح لكل الكلام ده عشان أعرف أدير مشاعري. فايدته إيه؟ فايدته إن أنا لما ببدأ بنفسي ويبقى عندي الذكاء العاطفي أقدر أتعامل مع الناس، أقدر أفهمهم، أستوعبهم، ألتمس لهم الأعذار، أتعامل معهم بطريقة أفضل. فالذكاء العاطفي أنا بشوف أنت عندك ذكاء طبعاً عاطفي. طبعا أنا فاكر أنه اسمه ذكاء اجتماعي. الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي هو التواصل الاجتماعي. الذكاء العاطفي هو التواصل العاطفي، وهنا الوعي الذاتي هو اللي فيه. الوعي الذاتي لازم انت يبقى عندك وعي بنفسك. طيب نسهلها اكتر على الناس. احنا في زمن اصلا الذكاء العاطفي فيه بقى ضعيف جدا. هقول لك شويه اكزامبلز، يعني مثلا امثله. لما يجي حد مثلا يشاع السلبيه ويحبط اللي حواليه، الناس بتنفر منه. صحيح. ده غباء عاطفي. صحيح. لما يجي حد يفضل ينقد ينقد ينقد، بيشوف نص الكوبايه دايما الفاضي. ماشي. لما حد يبقى حشري يسال في اسئله خصوصيه للناس، وانا بقى بشوفها كتير. زي واحده، انتوا ما خلفتوش ليه؟ البنت انت امتى هتتجوزي؟ احنا زعلانين عشانك. ده غباء عاطفي. يزعلوا ليه؟ يزعلوا ولا حشركم انتوا اصلا؟ ما احنا مبسوطين. انا بقول لك امثله. ماشي. ده بيحصل. بذاءه اللسان. لما حد يقول لك اصل انا صريح، الصراحه غير الوقاحه، وانك ما تراعيش شعور اللي قدامك، يبقى ده ضعف في الذكاء العاطفي. دي قله ادب. الشكوى الشكوى الشكوى، فحد طول الوقت بيشتكي، فانت برضه بتطلع كده طاقه سلبيه، اللي قدامك بينفر منك، فده ضعف. انا حتى مش قادر اقول غباء، محرجه ان انا اقول غباء. انا بقول لك. انت قلت ضعف في الذكاء العاطفي. اوكي؟ فدي حاجات كلها. ليه حلو ان انا يبقى عندي ذكاء عاطفي؟ هعرف اتعامل مع الناس المهمه بالنسبه لي. لما واحده يبقى عندها الذكاء العاطفي، هتعرف ان انا جوزي لما بيكون جعان بيبقى متعصب. او جاي من بره تعبان في الشغل، اوكي، فمش ينفع نساله كلنا وننط عليه هات واعمل. ده ايموشنال انتليجنس، ان الراجل ده ياكل الاول او يرتاح. لما بيبقى في ناس عندها ذكاء عاطفي، بيبقى عندها تعاطف مع الاخر. اصل فلان مريض سكر، فالسكر بيعصب. فابدا ان انا التمس الاعذار، اتعاطف. اصل فلان بيمر بحاجه صعبه في عيلته، فابدا ان انا ابقى رحيم بالناس. فعشان كده ليه بقول لك ابدا بنفسك؟ لان احنا بنبدا بنفسنا، الناس مش رحيمه بنفسها اصلا عشان تبقى رحيمه بغيرها. صحيح. فاهمني؟ طب نعمل ايه عشان ننمي الذكاء العاطفي؟ طبعا اليوجا فظيعه، مهمه جدا. هقول لك ليه، بس نعمل ايه؟ الوعي الذاتي رقم واحد. لازم انا شخص ابقى كده اقعد قاعده مع نفسي واشوف انا ايه المشاعر السلبيه اللي عندي دي؟ ايه اللي انا حاسس بيه؟ ما هو فكره الناس برضو ما بتعرفش تتواصل مع مشاعرها، ما بتعرفش تعبر. لما واحد يبقى بيحب حد ما يعرفش يقول له، ده محتاج يشتغل على الذكاء العاطفي. صح. اوكي؟ فانا يبقى عندي وعي ذاتي بنفسي. انا الموقف ده ضايقني ليه؟ فلان ده بيستفزني ليه؟ انت لازم تبقى لك قاعده مع نفسك. ليه؟ عشان اشوف ادعبس كده جوايا ايه اللي عمل لي التريجر، ايه اللمس فيا. انت لما تكون شخص نشيط ويجي حد يقول لك ده انت كسول، هيهمك وانت عارف ان انت نشيط؟ مش هيفرق لك في المفروض خالص. تمام.
بس لو هو حد فعلا كسول ممكن ده يعمل له تريجر يصحصحه، يبقى محتاج ايه، يبقى النقد ده بناء ومحتاج اشتغل على نفسي. اوكي، ده الوعي الذاتي. ممكن تبقى مشكله ان حد ضرب في القيمه اللي عندي، عندي قيمه مهمه وحد خبط فيها فعشان كده انا اتعصبت او عندي مشاعر سلبيه، او مشكله عندي من الانر تشايلد من الطفوله. اوكي، فالواحد لازم عنده الوعي الذاتي ده مهم قوي. قاعده حلوه كده مع نفسنا ونفكر انا متضايق من ايه، انا حاسس بايه. واليوجا بتسمح لنا بكده، لان اليوجا بتدي اويرنس فظيعه، لانك بتقعد وبتتامل، والتامل مفيد جدا، والتامل مفيد للرجاله كمان. انا عايز اقول حاجه جداً، عشان كنت قاعد في وسط ناس كده وقمت في وسط القعده بصراحه. فكنا بنتكلم عن التامل، بيقول لك لا التامل ده حرام. انا بس عايز ارد على عليهم في حاجه واحده. أغلبية الرسل والأنبياء كانوا بيروحوا يتأملوا في أماكن، يعتكفوا في أماكن. يعني ده كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيروح غار حراء ونزل عليه الوحي، وهو إيه؟ وهو بيتعبد ويتأمل. فأنا مش فاهم الناس اللي بتقول إن إحنا نتأمل. كل الأنبياء وكل الرسل، سيدنا موسى عليه السلام لما كان بيروح في 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 الجبل في سيناء بالايام والاسابيع يتعبد ويتامل. فانا مش عارف على اساس ايه انتوا بتقولوا حرام، يعني مين اللي قال لكم ده؟ ما هو بالعقل، بالعقل كده. هي فكره خلاص الحلال والحرام، احنا دي ما حاجه مش هتعمل لنا تريجر انيمور، يعني حاجه مش هتاثر فيك، لان هو ده لغه المجتمع. يعني ممكن حد يخش يقول لي انت مسلمه، طب قصدها ايه بالسؤال ده؟ انت مسلمه، انا بايخ قوي السؤال ده. يعني انتوا مالكم؟ إيه، كل واحد حر في دينه. اوكي، قصدها اللبس ولا قصدها؟ طب ما انت بيبقى عندي ناس اصدقاء مسيحيين، انا ببقى مش عايزه ارد عليها، مش عارفه ارد فعلها هتقول ايه. انا عندي مشكله ان اي حد يسال على حد انت دينك ايه. انا شخصيا ما ده غباء عاطفي طبعا. انا شخصيا بتعامل مع الناس، عمري في حياتي في ال 52 سنه ما تعاملت مع حد على اساس دينه. وانا اعرف ناس من كل الاديان السماويه وغير السماويه، واعرف ناس لا يؤمنوا بالاديان ولا بوجود الرب، بس انا ماليش دعوه. هم حرين، ولا عمري بتدخل معاهم ولا اقول لهم انتوا ليه امنتوا بكذا ولا امنتوا. انا ده شيء ما يخصنيش اصلا عشان اتناقش معاهم فيه، وبتعامل معاهم حلو قوي واصحاب وبنخرج وحبايب، وبيخشوا بيتي وبخش بيوتهم. الموضوع انا مالي، شيء ما يخصنيش عشان اتناقش فيه. يعني انا ده حاجه بقى بينه وبين ربنا. ف كملي. فاحنا رقم واحد الوعي الذاتي زي ما قلت لك، نشوف احنا المشاعر اللي عندنا ايه. اوكي، الحاجه الثانيه ان انا اعرف ادير مشاعري. اداره المشاعر ده حاجه مهمه، فلازم اخد شويه ابطا قبل ما اخد رد فعل سريع. اوكي، وابقى فاهم ان عمري ما هيبقى عندي مشاعر ايجابيه بافكار بأفكار سلبية. هما بيطلعوا بعض، في علاقة بين المشاعر والأفكار. طول ما أفكاري سلبية هيبقى دايما عندي مشاعر إيه؟ سلبية. طول ما أفكاري إيجابية وبوزيتيف هجيب المشاعر الإيجابية، فساعتها هقدر إن أنا أدير مشاعر. عن تجربة ده بينفع فعلا طبعا. دي حاجة. الحاجة التانية التدوين. مرة أنا وأنت عملنا حلقة عن التدوين، الجورنالينج، الكتابة بتفرق للناس ما تعرفش تعبر. التأمل، التأمل مفيد جدا، مفيد للرجالة، لأن الرجالة بيبقى عندها صعب في التعبير وإن هم تكونكت يتواصلوا مع مشاعرهم. وعندنا اليوجا بقى. اليوجا مهمة قوي يا شريف، لأن اليوجا بتخليك بريزنت هنا والآن. اليوجا يعني كونكشن، اتحاد الجسد والعقل والروح، كله مرتبط. وجسمنا ده يعني يقولك ابدأ بجسمك، الحركة مع النفس، احساسك بجسمك، السنسيشنز بتاعت الجسم، ده بيعلي من الوعي العاطفي بتاعك. اوكي، فالجسم مرتبط جدا. حتى يقول لك في ابحاث كذا حاجه بقى، بحث قريته على الموضوع ده. اول حاجه ان الناس اللي عندها ذكاء عاطفي بتنجح في حياتها اكتر من الناس اللي عندها غباء عاطفي. حتى لو اللي عنده غباء عاطفي ده كان اشطر في النولج او في المعلومات او في تحصيل الشهادات او في وات ايفر. دي حاجه ستادي. ستادي الثانيه انك لما بتيجي بتتعالج ثيرابي، يعني علاج نفسي، سواء حاجه تشفيها في جسمك او في عقلك، انت محتاج اليوجا، محتاج الرياضه، وخصوصا اليوجا اللي هو ليه اليوجا دي جسمنا بيتخزن فيه ستريس كتير،
مشاعر سلبية كتير، بتجيب أمراض. طبعا في أمراض حتى ملهاش تشخيص طبي، بيبقى التشخيص الضغط العصبي وأمراض المناعة، وتلاقي بقى في القولون كانسر، في الحوض، في الأمراض المناعة كتير بقى. أنا الكانسر اللي كان عندي بسبب من الستريس. فالتواصل مع الجسد أوكي، والوعي بالجسد العميق أوكي، ولأن اليوجا كمان بتدي مرونة، مش مرونة في الجسد بس، مرونة في الجسد والعقل، بتدي ليونة في الاثنين، بتدي اتزان. دايما نقول لهم عمرك ما هيبقى عندك جسد متزن بعقل غير متزن، فهما كونكتد. فاليوجا دي حاجة متواصل مهمة. ببعض صحيح. تمام. في حاجة نسيناها؟ لا أكيد. عايزة تكلمي في حاجة إيه تاني؟ لا، يبقى احنا اتكلمنا ايه هو الغباء وهو الذكاء. قالت غباء، حاسة ناسية حاجة. قالت غباء. لا لا، قلنا كل حاجة، المديتيشن واليوجا والتدوين وأراقب مشاعري وما اخدش رد فعل سريع. كل ده بيفيدني ان انا انمي من الذكاء بتاعي. عايزه تلعبي اللي عايزه العب؟ انا قدامي قد ايه؟ لا انت عايزه قد ايه؟ لا انا مش عايزه حاجه والله. اللي انت عايزه، انا عايزه اروح اسكندريه. عايز اقول لكم بتجيلنا مخصوص من اسكندريه وترجع صد رد. بصوا قد ايه لطيفه بصراحه، يعني انت اللطيفه وعمرها ما بتتاخر عندنا بصراحه. حطها الناحيه الثانيه زي ما انت عايزه. حلوه جدا، اتفضلي الكاميرا معاكي، اطلعي على المسرح، كلمي جمهورك اللي بيحبك، وحطوا لنا الفيسبوك والانستجرام الخاص بمي صقر على الشاشه. اي حد يحب يتواصل معاها تواصلوا معاها على السوشيال ميديا الخاصه بيها. طيب، بما اننا هنتكلم عن الذكاء العاطفي، احنا النهارده هنعمل فلو او حركات ان احنا يبقى فيها كونكشن، تواصل اكتر مع الجسد. اليوجا بتفيد لان اليوجا بتخلينا هنا والان في البريزنت، متواصله مع جسمي. افتكرت كنت عايزه اقول ايه؟ كنت عايزه اقول ان اليوجا مفيده جدا للاطفال، انها بتنمي الذكاء العاطفي عند الاطفال. صحيح. لان الاطفال ما بيعرفوش يعبروا، وعشان التنمر اللي بقى موجود والاطفال بتغلس على بعض، فبتخلي في تعاطف وفي امباثي بين في الاطفال. فمفيد قوي ان اولادنا يلعبوا يوجا عشان يعرفوا يتواصلوا احسن. يعني المهم النهارده كل اللي هنعمله، الاول ان احنا نركز على نفسنا ان اند اوت. وعايزه في الوقت ده ممكن كل الفلو نبقى مغمضين عينينا. كل ما نغمض عينينا بنتواصل اكتر مع الجسد والنفس والعقل، وندخل الانفاس في 3 عدات. وزي ما قلنا في حلقات كتير، النفس ان اند اوت، يبقى البطن بتطلع لبره زي البالونه، الاكسجين بيوصل لكل الاعضاء الداخليه بتاعتي. ومع الزفير لو حاسه باي ستريس اكونكت لجسمي، احس بجسمي كله بيبدا في الجسد. Breathe in and out. ومن هنا هفتح ايديا الاثنين قوي، هسكويز الشولدر بليدز، عظمتين اللوح اللي ورا بلزقهم في بعض، ومع الزفير ادخل البطن لجوه واكور العمود الفقري، والرقبه تنزل للتشست. Again inhale، افتح افتح واخد شهيق، زفير ادخل البطن لجوه وابدا اكور، واعمل كل واحده 3 عدات. واهم حاجه النفس، يوجا من غير نفس يبقى ما اخدناش الفايده. ومن هنا هبدا ان انا اخد صابعي مع بعض واتنفس، وجاست روك سايد تو سايد، بتحرك من ناحيه من الشمال لليمين، ودايما طبعا بتحرك بالطريقه المناسبه ليا. شهيق ايدينا اب، زفير. لو الحركة مثلا وانا مشنكرة ايدي ببعض كده تعباني، ممكن افك ايديا. دايما بنخلي حركة اليوجا مناسبة لجسمنا، لامكانياتنا الجسدية. I'm back to center. ونحط ايدينا نفتحها جنبنا، وتاني عظمتين اللوح بتبقى لازقة في بعض، ومع الزفير اقفل الايد خالص مع بعض. اجان شهيق، وافتح الشست، زفير. breathe in and breathe out. واروح لاول بوز عندي، وهو تيبل توب، شكل الترابيزه اللي احنا عملناه كتير. الريست تحت القلبو تحت الشولدر، رجلي مش لازقه في بعض، الركبه ماشيه مع الهيب، وابدا اعمل كاتانكا، وحركات ان انا بنزل بطني لتحت واخد النفس وافتح الشست اب، ومع الزفير زي ما كنت قاعده بكور العمود الفقري. chin to chest. again breathe in. يعني نوصل الدقن عند الصدرنا، ونلف العمود الفقري lower، اسفل الظهر lower back middle back upper back، والرقبه الدقن توصل للتشست.
عارف حركة كأن كاو كده القطة، عارف القطة لما بتهجم بتبقى عاملة كده، وارجع لتيبل توب. وطبعا احس بجسمي، افرد الرجل اللي ورا وابدا اتحرك، جاست روكينج موفينج، بحرك جسمي مع النفس. ومن هنا اكروس رجليا الناحيه الثانيه وابدا اتحرك، اتقبل جسمي زي ما هو، مفيش مرونه، في مرونه. ومن هنا هجيب رجليا دي في النص بين ايدي، تمام؟ بيبقى عندنا بلوك في البيت، بيبقى عندنا كتابين نسند عليهم، الركبة بتاعتي فوق الكعب، الرجل اللي ورا فيه هنا ستريتش وحاسس بيه، وأبدأ إن أنا أتنفس. لو ما عنديش البالانس أو الاتزان أسند على حاجة، وأبقى فاتح الصدر لقدام، وأبدأ أخد الشهيق، ومع الزفير أرجع لورا شوية بالحوض، أفتح المشط بتاعي، احس بتمدد في الرجل دي في العضله الخلفيه، شهيق لقدام، زفير. الحوض بتاعنا كمان من الاماكن اللي بيتخزن فيها الاسترس، الضغط العصبي. واتنفس ان اند اوت. طيب بعد كده الحركه الجايه سنه يعني تشالنجينج، ان انا رجليا دي زي ما هي متنيه، الرجل دي بس اللي هتيجي جنبها، فده هيبقى الشكل بتاعي، والحوض بتاعي هنا. وهاخد نفس انهيل، ايديا اب، ومع الزفير هبدا انزل، اسند بشويش او اسند على كتاب، ما احطش ايدي على ركبتي ابدا، يا فوق الركبه يا تحت الركبه، واحس بالتمدد في الجنب. اجان شهيق اب مع الزفير، انزل، وكل واحد والمرونه بتاعته، اسند على حاجه، وافضل اتنفس اجان شهيق وزفير. انزل الاول هنا والناحيه الثانيه، وارجع زي ما بدات هنا تاني. اوكي، في حاجه بقى ممكن اقعد على الكعب بتاعي، هو شويه الفلو ده صعب سنه يعني، بس احنا ممكن النفس والحركات الدائريه والحاجات دي كلها كفايه. هنا بقى هنعمل، نحط ايدينا اليمين جنبنا، وناخد شهيق ونطلع اب، زفير ننزل داون، ونبدل شهيق نطلع اب، زفير وننزل داون. مش قادره اطلع اب، ركبي وجعاني، كفايه ان انا افتح الصدر واتنفس وارجع داون. يعني دايما البوز او الحركه احنا بنخليها مناسبه لجسمنا مش العكس، ما اقعدش اعاند جسمي، العكس احس بجسمي، اخلي ادجست الحركه على جسمي، وكل الحاجات دي بتيجي بالوقت. أوكي. والناحية التانية بقى ذا سيم. ثانك يو، شكرا ليك، اتفضلي تعالي. ميرسي ميسر على التقنية المحترفة اللي بتعمليها باليوغا. على ايه؟ التقنية المحترفة. تقنية تقنية كيف؟ كلام عميق جد، كلامنا كله عميق. نورتينا، اهلا وسهلا بيكي. شكرا ميسر. خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع ايناث ثروت. خليكم معنا لو سمحت. مثقفة الشارع إيناث ثروت، والكتب اللي ليها قيمة وعمق، وبتجيب لنا بالبلدي كده البهاريز اللي في الكتب، وتقولها لنا بطريقة بسيطة. أهلا بيك. ازيك يا شريف، عامل ايه؟ ميرسي، أخبارك ايه؟ كتابنا النهاردة كتاب عميق، كتاب عميق وفي كم نقط ودروس وكلام مش قادرة أقول لك. كتاب سيادة القاضي للكاتبة الكبيرة الجميلة نور عبد المجيد. نور عبد المجيد ليها كتابات كتيرة، ومن نجاح كتاباتها في كتابين اتعملوا مسلسل كان بطولة أحمد فهمي وياسمين الرئيس، كان مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن، ده كتابين كانوا معروفين واتعملوا مسلسل. كتاب النهاردة اسمه سيادة القاضي، رواية واقعية، وهي كاتبة كده على الكفر أو على الغلاف، وفي آخر صفحة مكتوب شكر خاص لصديقي القاضي الذي أطلعني على ملف القضية، ودي يعني ملف أو قضية حقيقية. قضية حقيقية. يس. طبعا احنا مش هنحرق
الجزء الأخير منها لأن هو الأهم، ولكن هقول لك إن الرواية بدأت بداية ساخنة جدا جدا. بدأت عن تعريف البطل اللي هو بيعرف بيته، بيقول بيتنا ككل البيوت المصرية أو العربية مقسم لجزئين. إيه بقى الجزئين دول؟ جزء دوما نظيف مرتب فيه أغلى أمتعتنا، وجزء ده للجلوس بتاع الضيوف وعلى طول متنظف على طول خاوي أو فاضي وكل حاجة. جزء الداخلي، بص الإسقاط بقى، مبعثر مهلهل نحشر أجسادنا فيه، وآفتنا التقسيم. يعني إحنا بنآفت المجتمعات أو معظم المجتمعات، بلاش كل، التقسيم. نهتم بوجوهنا وثيابنا وأحذيتنا، نحلق الرؤوس ونجمل الوجوه ونصبغ الشفاء، فهذا ما يراه الآخرون، وتبقى دواخلنا لا نهتم بها، لا نغذي عقلا ولا نشبع روحا، حتى أعضاءنا التي خلف ثيابنا لا نهتم بها، فلا أحد سوانا يراها. يا الله، ده في الصميم جدا 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 فعلا. الجزء الظاهر هو للمظاهر، والجزء الخفي المبعثر، إن كل نفوسنا معظمها مشتت ومبعثر ومتقسمة. هي أسرة من الدرب الأحمر، لعطار اسمه صابر، زوجته سيدة، ابنه رجائي، وبنته فاطمة، فاطمة الكبيرة، رجائي الأصغر. تاني نقطة وأخطر النقط اللي موجودة في الرواية، وهي تميز أو تمييز الأهل لطفل أو طفلة عن التاني. الولد عن البنت طبعا. العكس، صابر كان عشقه في فاطمة. أوكي. وبيميزها عن رجائي في كل حاجة تتخيلها. غريبة. كان بيحبها حب يعني ملفت جدا، ولكن شيء غريب إن رجائي اللي هو الطفل التاني أو أخوها لم يكن ليها أي مشاعر فيها حقد أو غيرة، كان بيحب أخته قوي من حب باباه فيها، ولكن طبعا كان جواه ألم داخلي. ودي كانت تالت نقطة مهمة، إنه للأسف معظم بيوتنا فيها عدم مصارحة، عدم المصارحة بين أقرب الناس بتقطع حبال الرحمة والمحبة، ما بتخليش في وصال رايح جاي بين الأهل وبعضهم. ما كانش فيه مصارحة في البيت ده تماما، ما كانش فيهم حد بيصارح التاني بأي مشاعر. وتقال شوية جمل على الموضوع ده، منها فكرنا واستنبطنا وأطلقنا آراء واستنتاجات ونسينا إن هناك دربا أقصر وأصدق اسمه السؤال والمصارحة. محدش فيهم كان بيسأل التاني ولا بيصارح التاني بأي شيء. برضو في صفحة تانية في نص الكتاب اتقال إيه؟ إن الصمت قاتل كبير. في صفحة تانية مية يعني في نص الكتاب أو بعده، الكلمات الكتمان كان أكبر جريمة لروحهم. ما كانوش بيصارحوا بعض، كان كل واحد فيهم خايف يفاتح التاني في أوجاعه أو في مشاعره اللي هو كاتمها. ودي نقطة مهمة أوي، إن إحنا لازم نقول ونعيد ونزيد إنه المصارحة مش معناها إن ولادك هتجرأوا عليك. صحيح. مش معناها إنه هيبتك هتقل أو هتتكسر. مصارحة ولادك ليك ده معناه إشباع مشاعر داخلية ممكن تصيبهم بعقد نفسية كبيرة، وممكن أنت كمان كأب تبقى صورتك في عينيهم للأسف زي الشبح. صحيح. يعني أب بالكلمة فقط. بعد كده النقطة الرابعة والأهم، أنه معظمهم ما كانش بيمارس دوره الحقيقي أو المظبوط. بمعنى إيه؟ في مجتمعاتنا العربية شريف، وخليني أقول لك هنا كلامي بصراحة لأول مرة هوجهه بشكل صريح للستات والبنات، وأنا أبدا مش متحيزة للجنس عن التاني، ولكن كل واحدة فينا بتقوم بأدوار مختلفة، وأدوار مختلفة مش دورها الحقيقي، بتطلع أشباه الرجال، بتطمع فينا ناس كتيرة جدا من حوالينا باختلاف أوصافهم. بمعنى أنه حضرتك زوجة مش أم، أنت حبيبة مش سكرتيرة، انت زوجة مش طبيب. يعني كل واحد مننا ليه وصف وليه دور. ان كانت الام بتمارس على اولادها دور انها في بعض الاوقات طبعا الطبيبة والصديقة والحبيبة واكتر من صفة تانية، ولكن ده جزء من امومتها، لكن انت مش ام جوزك. جوزك ليه ام ترعاه وتاخد بالها من أكله ومن مواعيده ومن لبسه، وفي دكتور يطبب جوزك، وفي مكواجي يعمل له حاجته. مش معناه ان انا بقول للستات ما تقومش بأدوار مختلفة، كل واحد أدرى بمشاعره. بس انت بتكلمي الزوجة ولا الأم؟
الاثنين وحتى الزوج حتى الام. في امهات انا بشوفه بحس انهم متجوزين ولادهم. ما انا عايز اتوقف عند النقطه دي. هو احنا انا مش هقول المجتمعات العربيه لان ما اعرفش البيوت عندهم فيها ايه, بس انا عندنا في مصر احنا عندنا في مصر بقالنا سنين الامهات دلعوا ولادهم الولاد. صحيح. دلع مرق. تعمل له كل حاجه, شايفاه احسن واحد في الدنيا, تستلف عشان تديله فلوس عشان يجيب لبس ويروح الجيم, لما يسقط في المدرسه تداري عليه, يجي يتجوز وهي اللي تختار له, بتختار له ومعهوش فلوس ولا معاش فلوس فتروح تستدين وتروح ويروح يتجوز, فهي ممكن يبقى تكاتبه وصلات امانه فتتسجن وتبقى من الغارمات وهو يتجوز وبعد 3 اشهر يطلق. لا وازيد من الشعر بيت انه في امهات بيصعب عليها ولادها الرجاله لما ينزلوا يشتغلوا في الحر ولا في الظروف. لا يا حبيبتي ما يصعبش يعني عليكي غالي. هو مش راجل اذا كان الستات بتنزل دي انا شفتها. لا انا طبعا اذا كان يعني انا مره في قصه هقولها لك. مره ام كلمتني وعايزه ابنها يشتغل في مكان ما, وبالصدفه هي قفلت حد كلمني يقول لي ما تعرفش شاب يشتغل, فرحت مكلمها الولد راح. بعد شهرين لقيتها بتكلمني تقول لي هو ساب الشغل شوف له شغله ثانيه, والشغل الكلام ده من سنين اهو كان بياخد مرتب كويس ساعتها. قالت لي اصل طول الوقت حاطط سماعه في ودانه وتعب. الولد ده بقى شكله ايه؟ عشان هي كانت بعتت لي صورته بقى هو فرحانه بيه في الشغل وكده من يعني ضرفه وعضلات وبادي بيلدر تقريبا. قلت لها نعم ساب الشغل عشان ودنه وجعته. قلت لها لا ما عنديش شغل لابنك. فاللي هي بصي ومش هو اللي يتكلم. لسه كنت هقول لك انت خدت بالك ان هي المحامي؟ يعني هي اول مره هي اتكلمت. طب انت بقى المره الثانيه انت كلمني قول لي معلش كذا 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 ما تحرجش امك. بالظبط. وكلم انت خليك راجل. الادوار اللي بقول لك عليها طبعا. لا لا بصي احنا عندنا ماساه وده ترتب عليه ارتفاع نسب الطلاق في مصر طبعا, وترتب عليه ان في رجاله كتير للاسف ما حدش يزعل احنا بنقول الكلام بامانه ان هي عشان اتعودوا ان ام بتصرف عليهم وامهم بتجيب له اللي هو عايزه, فهو عايز يتجوز واحده تصرف عليه وتجيب له زي ماما ما كانت بتجيب. صحيح. وهو قاعد رايح الجيم وقاعد على في القهوه. صحيح. دي نسبه. صحيح. مش قليله, نسبه للاسف كبيره. ودي على كده ان رسميا اكتر من 35% من بيوت مصر فتحها ستات. صحيح انا معاك. وبرده تاني انا باكد كلامي انا مش متحيزه لجنس عن التاني, وبدليل ان انا برده هوجه كلامي للابهات او للرجاله اللي برده بتقوم بكل الادوار نيابه عن ولادها او عن اخواتها او عن بابا. كل واحد مننا ربنا خلقه لدور معين, فلو كل الادوار هتتدخل مع بعض او تتشابك مع بعض ده شيء هيخل بالمنظومه اللي ربنا خلقها. في فترة من الفترات كان عندي جاليري وببيع عفش وبفرش بيوت عرايس. فتجيلي البنت ومامتها. ماما ايه رايك في اوضه السفره دي؟ تقول لها لا الثانيه احلى. حاضر يا ماما. ماما ايه رايك في اوضه النوم دي؟ حلو. قلت لها طب فين جوزك اللي هينام على السرير ده وهيستخدم السفره؟ مش جايز ما يعجبوش الستايل ده. فالست بقى الماما بتقول ايه؟ لا يا استاذ شريف احنا اللي بندفع. حضرتك هو اللي هيستخدم الاشياء دي لازم يبقى مرتاح ليها وتبقى عايز. لا لا ما بيفهمش في الحاجات دي. ما بيفهمش في الحاجات دي كارثه. وده معناه فشل الجواز من اولها. فاللي هو انتوا لان هي المدير خلاص. هي المدير طبعا, هي المتحكم. يجوا مثلا كتير ده بيحصل الشبكه. تلاقيهم رايحين يجيبوا الشبكه واخدين الدنيا. هو الشبكه دي اساسا ليه يتقال تمنها؟ والمفروض دي هديه من العريس للعروسه. بس انا هجيب لك خاتم, هجيب لك دبله, هجيب لك مش عارف ايه. ليه كل الخزعبلات دي؟ وليه الامهات بتحشر نفسهم في حاجات زي كده؟ ده في ناس وهي بتنزل تختار الشبكه بياخدوا العيلتين. العيلتين وصاحبتي وانتمتي وحاجات. يعني احنا بنتقل على نفسنا وبنصعب على نفسنا بصراحه امور كتيره جدا. الكلام اللي احنا بنقوله ده الكاتبه لخصته في جمله مهمه قوي. ما خلق الله ابدا انسانا يستطيع القيام بجميع الادوار معا. وعايزه اقول لك انه هي نفسها الفاطمه اللي هي بنت الدلوعه في البيت لما تقدم لها عريس وكانت بتحبه وجالها البيت هو واهله وبداوا الاهلين يتعرفوا على بعض, صدمت مامتها بان هي بتقول لحماتها اتفضلي يا ماما. الجمله دي
ألمت الأم جدا 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 وزعلت وحقها، وأنا شخصيا برفض جدا الموضوع ده. مامتك هي مامتك، مفيش زي الأم أبدا. مفيش مجاملة. حماتك هي حماتك، خالتك هي خالتك، تقول لحماتها يا طنط. بالظبط، طنط دي مش عيب أبدا. فكلمة إن أنا في عائلات بيقولوا لبعض أو حتى الزوج يقول لحماته يا ماما، لا، مرفوض 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 بصراحة. هو أنا في الجواز في حاجات كتيرة قوي مش بفهمها. زي اللي يقولوا لبعض كده هوت، وزي موضوع القايمة مثلا. أنا عندي مشكلة مع موضوع القايمة ده. ده كلام كبار بقى أنا معرفش فيه. لا بس يعني إيه العريس يكتب على نفسه تعهد انه يرجع القايمه دي؟ طب انتوا لو من الاول مش مستأمنينه على بنتكو، على جسدها وروحها اللي هتبقى معاه، والمفروض ان دي انه هيبقى ابو عيالها وهيربي عيالها، فانتوا مش مستأمنينه عليها بقى، فشويه خشب وشويه حلل هتكتبوها. اقول لك وجهه نظر ممكن تكون صح او غلط، والله اعلم. البدايات حلوه، والمحبة في الأول والاندفاع في المشاعر جميل ومطمئن، ولكن في الخلافات يعني بتسقط كل الأقنعة يا شريف. الناس أنا لو عندي بنت بجوزها ومش مرتاحة في الجوازة هقول له طلعها وخد كل حاجة بس سيب لي بنتي، لا عايز منك عفش ولا عايز منك أي حاجة، ده أنا أديك فلوس وسيب البنت. في ناس من زعلها على بنتهم لا إحنا عايزين حاجتنا. هو بقى هيرجع حاجات، دي حاجة بترجع له هو. هو بقى ابن أصول هيرجع الحاجات اللي مش بتاعته. مش ابن أصول هياخد الحاجات. بس صحيح. أنا في الآخر عايز إيه؟ أنا عايز لحمي ضنايا ترجع لي فلة سليمة مش سليمة يعني مش مضروبة، سليمة نفسيا. سليمة نفسيا. لكن هتقعد بقى تشوف خناقات بتخانقوا على شوية خشب وشوية حلل وشوية سجاجيد وشوية ستائر وخلاص تم استعمالها، يعني هتترمي في الزبالة بعد كده. صحيح. صحيح. فاحنا بنأكد تاني انه ربنا خلق لكل واحد فينا دور. والجملة التانية المهمة قوي، من قال اننا نبحث عن اشباه ابائنا وامهاتنا فقد اخطأ كثيرا. صحيح. تعالي نسمع اغنية ونرجع لك. يلا. زي العسل. لست صباح. ده انا ولا صباح؟ انت طبعا. وست صباح عشان بموت فيها وجمهورنا كله. طبعا طبعا. يلا زي العسل للشحرورة، بعد كده فصل نرجع لكم. خليكم على سمحت مزيكا. على قلبي هوا زي العسل، من صغرنا واحنا بنبني عشنا مع بعضنا، من حبنا يتعلم تطير مننا الهوى زينا، وكبرنا والهوى كبر و...
ولا حد في الدنيا قدر كبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا ولو ليلة في قصتنا قصة طويلة بالبعد عشقان في القرب عشقان في البعد عشقان في القرب عشقان زي العسل على قلبي هوى 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 زي العسل. أيوة أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف نكمل كلامنا مرة تانية مع إناث ثروت والكتاب حضرة سيادة القاضي. وبرضو من عنوان الرواية نتمنى كلنا ما نكونش أبدا قضاء على بعض أبدا أبدا أبدا. في ناس متخصصة برضو ليها دور, دي حاجة مهمة. باقي بقى النقط المهمة قوي إنه فاطمة لما اتجوزت سافرت مع جوزها برا مصر, ولكن رجائي لما حب واتجوز قالوا له يقعد معاهم في البيت مع بابا ومامته لان البيت كبير, بابا عطار كبير كان رجائي بيساعده في التجارة. بعد كام شهر الاب توفى ودلوقتي بقت زوجة رجائي حامل, فعايز بقى يستقل, عايز يستقل في التجارة يبقى له محل لوحده, عايز كمان يستقل في السكن ويبقى له هو ومراته وولاده ويكبروا ويبقى لهم بيت في استقرار وفي استقلالية كمان. الأم بعد وفاة الأب تشرست ورفضت, قالت أبدا مش هتسيب الدكان أو المحل ومش هتسيب البيت والبيت ده هيفضل هو بيت عيلة. وهنا برضو تاني الكاتبة كتبت جمل من أهم وأعمق ما يكون, بتقول إنه إحنا ما اشتريناش ولادنا, إنه إحنا مهما حبيناهم مش لازم يكونوا نقط ضعفنا أو العكس, دول نقطة قوتنا, دول نقطة فخرنا وعزتنا وعزوتنا. والعزوة مش ان هم يكونوا مترصصين حوالينا, العزوة ان هم يكونوا ناجحين ويكونوا وقت ما يعني يحتاجونا نكون احنا اقرب الناس ليهم. للأسف كل ده خلى رجائي يزداد في كتمانه ويحوش مشاعر جواه ويكتمها, ولكن ده في منتهى الخطورة ان الام كمان خلقت عداوة داخلية من ناحيتها ومن ناحية اخته بشكل غير صريح ان هو نفسه يكون مستقل من حقه. وخلي بالك انه راجل, فهي كمان كبتت رجولة وكبتت قوة, هو كان نفسه يحس قدام مراته وقدام بنته ان هو قادر ياخد بيت لوحدهم. حصلت بقى يعني شوية مفاجآت, منها مثلا ودي نقطة تانية خطيرة جدا, انه الاب قبل ما يتوفى الام على مشارف الخمسين, مش مذكور سن الاب ولكن تقريبا اكبر منها من 5 لـ10 سنين. الام كانت حامل مع حمل مرات الابن, فدي كمان كانت حاجة مضايقاهم ومخلي البيت متوتر وفي مشاعر محتقنة جدا, انه ازاي اقول لاصحابي ان بابايا في السن ده هيخلف او مامتي في السن ده هتخلف. فبدأت هنا بقى كمان مشكلة تانية بتبقى موجودة برضو في المجتمعات العربية, انه لما الاهل يتفاجئوا ان في حمل يعملوا ايه في السن ده. نرجع ونقول طبعا هي وجهات نظر ولكن مش عيب, دي مراته وقدر ونصيب وخلاص, يعني اللي حصل حصل زي ما بيقولوا يعني. فما بين بقى مؤيد ومعارض حصلت بقى مفاجآت كتير, واللي خلى القضية دي أو القصة دي تتحول لقضية في القضاء مفاجأة أنا مش هحرقها, هسيبها لل خليها بقى كده ما نشوف آخرتها يا ربي. لكن فيها نقط مهمة قوي. بشكرك, شرفتي ونورتينا إناث ثروت, شكرا ليكي, أتمنى تكون اتبسطت عندنا النهارده في أربعة شارع شريف. نكون معاكم بكرة في نفس ميعادنا, شكرا ليكم وباي باي. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي مع منامين انا بحب الاصفر قوي. عاملين اكل النهارده, عاملين النهارده الخياريه. متاكده ان اسمها كده؟ قوي قوي قوي. وعاملين سلطه بطاطس
وعاملين كيكه بالسوداني والعسل الاسود. وعندنا زي كل يوم ثلاث سوسو سعاد سليمان. يا حلاوتك يا جمالك، خليتني الشاطرين ايه؟ جايتنا عن مين النهارده؟ عن السلطان محمد الفاتح. ومعايا شاب مصري شاطر قوي، عنده 16 سنه، لما بيشترك في بازارات بيكسر الدنيا، وانا شفت ده بنفسي. فخلونا النهارده كده نرحب بانس رائد. بالله كله تمام. وبدات تعمل المشروع بتاعك من قد ايه؟ السنه اللي فاتت بالظبط، شهر 6. ايه النهارده مزازيكي مع عندليب الشارع استاذ حسام حسني. مساء الفل حبيبي. يا مساء النور والهنا. شكرا.